كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم في برنامجكم ترنيمة وعود، وترنيمتنا لليوم مأخوذة من آية من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 15 العدد 55، اللي بيقول: أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية؟ وأنا بقرأ هالآيات ولسه محتفلين في قيامة المسيح، وبصلي قيامة المسيح تكون احتفال دائم في حياتي وفي حياتكم، في كل يوم هو يوم نصرة وقيامة في من يحيا مع المسيح ويعيش المسيح. أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هوية؟ حبيت الكلام كثير، لأنه أنا كإنسان في محدوديتي بشوف الموت هو نهاية كل شيء، والهوية هي أصعب شيء، وقد تكون الهوية أصعب شيء والموت نهاية كل شيء لشخص مش عايش مع المسيح. لو أنت لسه ما اختبرتش الرب يسوع في حياتك، مش اسمك مسيحي، ولا أنت تنتمي إلى ديانة غير ديانة مسيحية، يسوع المسيح مش دين، يسوع المسيح طريق وحق وحياة. وفي المسيح يسوع بتقدر تقول: أين شوكتك يا موت؟ لما بتشوف موت في حياتك، لما بتشوف موت إنسان بعيد عن الله بينتقل من هذا العالم، هذا هو الموت. لكن لمن هو عايش حياة التوبة المستمرة وحياة التسليم للرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياته، الموت مجرد انتقال من حالة لحالة أفضل في المسيح يسوع. والهاوية اللي كانت ترعب العالم، والشيطان اللي كان يرعب العالم، أصبح تحت الأقدام، فليسوع غلب الهاوية. فبيقول له: أين شوكتك يا موت؟ راحت. أين غلبتك يا هاوية؟ شوكة الموت الخطية اللي داسها يسوع المسيح بالصليب، وداس الموت نفسه. فبشجعك وبشجعك اليوم أنه خلي حياتك حياة نصرة في المسيح، ودايما غني، دايما قل له: أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية. كلمات الترنيمة بتقول: أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية؟ سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي، أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية؟ قام بكر الراقدين، بدل الشك باليقين. قام بكر الراقدين، بكر الراقدين هو أول من قام من الأموات ولن يمت، ولن يمت ثانية، عشان هيك بسموه بكر الراقدين. بدد الشك باليقين، من رفض من البنائين صار حجر الزاوية. أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية؟ وهو مشتهى الأجيال وليس عنده محال، نقلنا من الزوال إلى حياة لا فانية. أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية؟ كوكب الصبح المنير بدد ظلمات الشرير، وسنرى الرب القدير على السحاب آتية. أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك، أين غلبتك يا هاوية؟ تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية؟ سيدي داس الموت بالموت
ووهب الحياة لي. سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ قام بكر الراقدين بدل الشك باليقين. قام بكر الراقدين بدل الشك باليقين. من رفض من البنائين فصار حجر الزاوية. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ وليس عنده محال. فهو مشتهى الأجيال وليس عنده محال. نقلنا من الزوال إلى حياة لا فانية. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ كوكب الصبح المنير بدت ظلمات الشرير. كوكب الصبح المنير بدت ظلمات الشرير. وسنرى الرب القدير على السحاب آتيا. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. سيدي داس الموت بالموت ووهب الحياة لي. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أمين. مبارك اسم القدوس اللي غلب الموت بالموت ووهب الحياة لي. أشكره وأعظم اسمه وأصلي يكون معكم ويبارك حياتكم. وأنا بودعكم مع تقسيمة عود لغاية ما نلتقي بمشيئة الرب الحلقة الجاي. سلام المسيح يكون معكم ويدوم فيكم. ترنيمة وعود.
ترنيمة وعود